الأزلية على مياوي طايرة سعيدة، على وطايرة سعيدة، موسم جديد والقلوب قاربة. على طير السعيدة يا نجمي في العالية، على يا نجمي في العالية، فقرات عديدة في البحر والبرري. على والجو غيم والقلوب سعيدة، على والقلوب سعيدة، شوقي لكم وطايرة سعيدة. اهلا بكم في طاير السعيدة، الفايدة والمتعة الفريدة، خفة ومعلومة مع جوائز، هدرة معانا كل يوم جديدة. طاير السعيدة، طاير السعيدة. اهلا بكم بالسالب البوادي، والبحر والشطان في بلادي، وفي الجبل كنا مع المشاهد، والريف والاسواق والنوادي. اهلا بكم في طاير السعيدة، هلا بكم في طاير السعيدة. يا مرحبا فيكم ببداية لقاء جديد ومشوار متجدد من طائر السعيدة. سنحاول أن ندور ونتعمق في هذا الجمال الرباني وهذه البلاد الأكثر من رائعة، كما تدور الكرة الأرضية في مجرتها الفلكية الواسعة، وكما تدور بين الدنيا في أفيائها. أهلا بالجميع في بداية حلقة مختلفة متنوعة متعددة الأفكار، مرحبا بكم. كالمعتاد في كل رحلة دائما ما يكون معنا سؤال مخصص لهذه الفقرة، احنا بنطرح السؤال هذا في الميدان نشوف الفائز وبعد كذا نبدأ تقوالنا. سؤالنا في حلقة اليوم يقول: اذكر ثلاث مديريات في جبل صبر، او اذكر اسماء ثلاث مديريات في جبل صبر. نشوف مع بعض الفائز ونتجول. خالد صالح ثابت محمد الحجري. من وين؟ من عيب. اذكر لي اسماء ثلاث مديريات تابعة لجبل صبر. تعز. ثلاث مديريات رجعت تعز مديرية. الله 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 الله. ما شفتوا الناس كوري مهام ده العوة. شفت الناس متجمعين جيت. ايش اشتي طيب انت؟ ما نشتي شيء، سلامكم بس. الله يسلمك، احنا نشتي نتعرف عليك. الله يعيش، ماشي استفاهم مبارك لي بحوالي. حياك. من وين؟ الله يعيش، من حضرموت. حياك، يعطيك العافية ان شاء الله. كم او اعطيني اسماء ثلاث مديريات تابعة لجبل صبر. جبل صبر. أين يقع جبل صبر؟ في تعز. صح، أعطني أسماء ثلاث مديريات تابعة له. الجعاشنة. لا. ما زبال بصبر. وين الجعاشنة؟ ما بين إب وتعز هي نفسها. أنا أقول لك على جبل صبر تحديداً. طبعا أنت خلط إب مع تعز. جبل ربي. في تعز برضو. وين؟ في إب برضو. أنت شكلك عب في إب صح؟ إب. أنت شكلك عب. وتعز ليش ما تحبوهاش؟ حلوين وطيبين. إب جميلة وأهلها أجمل. بالضبط. وتعز حبوبة ولطيفة والله. العدين. انا شاروح قبل ما يحول لي امك. لا لا تعز، يعطيك العافيه، شكرا. مديريه تابعه. انت زرت جبل صبر؟ ما اسماء ثلاث مديريه تابعه له. مش عارف. كيف حالك؟ الله يبارك فيك. عرفني باسمك. عبد الرحمن محمد عمر. من وين؟ اب. انا عندي سؤال، لو عرفت جواب تكسب جائزه. تفضلي. تعرف تعز صح؟ اعطيني ثلاث مديريات تابعه لجبل صبر.
صبر فيها عدة مديريات. أعطيني أسمائهم ثلاثة المديريات. اللهم صل على محمد. عليه الصلاة والسلام. صبر إيش يقولوا صبر كذا كذا؟ أعرفها بس أنا خلينا أطلع. نتذكرها. المسرخ. صح؟ صح؟ مديرية المسرخ أحسنت. أفتكر أنا مديرية. وفي مديرية مكونة هكذا من كلمتين. اسمها مشرعة وحدنان. مزرعة وحدنان. مش مزرعة، مشرعة. مشرعة وحدنان. صح أحسنت. صح مشرعة وحدنان. صح. بالعافية. باقي وحدة. هذولا إيش؟ هذولا قدامك الواقفين إيش والله هذولا؟ أوادم صح؟ هذيك قريبة مني من الأوادم. أوادم. الموادم. الموادم صح أحسنت برافو عليك. إذا نعيد هنا الموادم وإيش؟ المسرخ. مسرخ. و اللي قلناها قبل شوية مزرعة. مزرعة. مش مزرعة، مشرعة. مشرعة. مشرعة وحدنان. وبالتالي يكون اسمك مرة ثانية؟ عبد الرحمن محمد عمر عبد الله. يقول لك عبد الرحمن من محافظة إب هنا في محافظة مأرب وفي مخيم النازحين قد فاز معنا بجائزة الرحال في حلقة اليوم. لنسلم الجائزة ونذهب لتجوالنا وخمسين ألف ريال. ألف ألف مبروك. يعطيك العافية. شكرا لك. شباب اليوم انا جهزت ايش الاكسسوارات الصبيه، الزي الصبي وبعض التفاصيل البسيطه اللي تميزت بها الحالمه تعز تحديدا في جبل صبر. ليش؟ لانه اليوم حيكون مشوارنا الى جبل صبر، حنحاول احنا نتعرف على بعض تفاصيل هذا الجبل الذي يحتضن الارض ويرتفع الى السماء، وكمان ايش الاشياء الموجوده فيهم سواء كانت من عادات تقاليد ثقافه ملابس ازياء الاشياء التي تباع، حاجات كثيره باذن الله سبحانه وتعالى. يا رب ان احنا نوفق في التعرف عليها. جاهزين يا شباب؟ جاهزين. اذا بسم الله على بركه. وصلنا إلى جبل صبر. إذن على بال ما يبدأ الطاقم إنه يجهز نفسه نكون إحنا قد وصلنا إلى قمة من قمم جبل صبر. هذا المكان الأكثر من رائع بروعته بجماله بتفاصيله اللي حنحاول مع بعض إن إحنا نتعرف على كل الأشياء الموجودة فيه سواء من أزياء، من عادات تقاليد، من ثقافة، من أنواع للمخبوزات. حتى أنا أبحث أيضا إذا كان في دور قديمة في هذا المكان. قبل فترة من الزمان، قبل ما تتسفلت أساسا طرق جبل صبر، كان هذا هو الطريق خلف هذا الجبل، الطريق الوحيد المؤدي إلى ارتفاعات وقرى جبل صبر ويعرف بالطريق المحجر. وتخيلوا لما يكون الطريق أصلاً مش مسفلات وأنت طالع أصلاً على طريق جبلية وفي عندك مؤن غذائية، عندك أمراض تنقلهم، عندك أشياء كثيرة، كيف تكون صعوبة الصعود إلى هذا المكان المرتفع؟ كل القرى المتناثرة هنا كانوا يأتون إليها ذات يوم بطرق غير مرصوفة. طيب ايش الداعي اللي خلى الناس يسكنوا في هذا المكان؟ هل طبيعة الأجواء؟ هل الهواء النقي؟ هل إطلالة المدينة وحبهم لذلك؟ صراحة أنا مش عارفة، لكن ممكن نكتشف هذا مع بعض في هذه الرحلة. صباح الخير. كيف الحال؟ كيف انتم؟ ما اسكب الكاميرا عشان قاعد اسلم عليك ولا عليك. ما ادري بدهيك. ها؟
طبعا وانا اتجول هنا في بعض من قرى جبل صبر بلاحظ انه في بعض البيوت بعضها يعني مدنية تحضرت في البناء وبعضها قديمة جدا. دلني الاهالي على هذا الدار وقيل لي بانه اقدم دار هنا في هذا المكان ويسمى بدار علي الضباب. زي ما احنا شايفين ايضا تكوينة هذه المباني قريبة جدا متلاصقة فيما بينها البين، نوافذها صغيرة، آلية البناء فيها أيضا تتعدد من دورين من ثلاثة أدوار. طبعا هي تعكس مدى التآلف الذي كان بين أصحاب المنطقة وما زال تحديدا في أسرهم. حتى طبيعة الأبواب الخشبية كما نشاهد هنا في الصورة ما زالت موجودة حتى اليوم. بصراحة اللي حابب يعرف التفاصيل الصغيرة هذه ما عليه إلا أن يأتي إلى هنا إلى هذا المكان لكي يتعايش مع طبيعة الحياة الريفية التي اكتظت بقليل من الحضر. الديار هذه دائما ما تستهوي قلبي، ليش؟ لأنه فيها تحس كده تشم ريحة الريف، ريحة القرى. فهنا أحد المباني القديمة حاول أن أدخل أتعرف عليها أشوف إيش الأشياء اللي كانت موجودة من الماضي وما زالت حتى اللحظة. يا أهل الدار، سلام الله عليكم. تعالوا سلالم تؤدي غالبا في هذه الديار القديمة إلى سالة. سلام الله عليك. يعني مساحة بسيطة أنا شايفة هنا، كيف حالك؟ أولا إيش تسوي هنا؟ تطحني تطحن، هي بتطحن الحبوب في هذه، هذه تسمى ايش هنا في صبر؟ المطحنة القديمة او تسمى الرحايا احيانا في بعض المناطق. فانا يعني لو ركزت على كيف انها ثقيلة جدا ما تتحرك بسهولة، لو تقربي بس تحطيها، اها حطي لنا الحبوب وانا احاول ان انا اطحن. فهو مش بالامر السهل على المرأة انها تشيلها، تحتاج احيانا الى السرعه الى القوه الى الخفه، مع انه الطاحون اصبح موجود. لكن ليش عندكم تطحنوا بهذه المطحنه؟ ليش؟ لو في ايش؟ ايوه ليش ما تطحنوش بالطاحون مثلا؟ نطحن بالطاحون بس انت كذا احنا من الخاوي، يعني هذا يمكن ربما يعطيهم نوعان ما من النكهه الريفيه القديمه. الصبح هذا ضروري. الله يبارك، كيف صحتك؟ بخير الله يحفظك. امين. تصبحين يا خالة؟ عندك شيء؟ شو معك اليوم؟ طبعا الجميل في الموضوع انه في هذه المنازل القديمة بنلاقي الاكل الريفي الاصيل الاساسي المافي. متسوي انت يا خالة هنا ايش تعملي؟ تخبز فطير. قرب حضره مع خبز الفطير، نحط حق على المشقل هنا ونشوف خالتي كيف تخبز الفطير. هذا يا خالة الحين المطبخ حقكم انتم ايش تسموه هنا بالضبط؟ هذا حق المطبخ اللي هو القديم حق المافي. حق المافي بس. كيف تتحمل الدخان هذا وكذا؟ لا ما بالدخان، هنا ابويا هذا يا خالة مش دخان. لا نحمل يا قلبي. طيب يا خالة شي نخبز احنا وانتي؟ لا في قلبي. طبعا زي ما تشوف هي الان جالسه تقلي الوزن تعتبر من الوجبات الاساسيه هنا في محافظه تعز، تحديدا في جبل صبر. ممكن انها تؤكل على الفطير، تؤكل على الحلبة، تؤكل على العصيد، على اشياء كثيرة. على اشياء كثيرة، على الشواي. طيب يا خالة اين العجين حقك؟ اين الخبيز؟ اين العصيد؟ هذا العجين. هذا ايش؟ هذا العجين شخبزون. هيا نخبزون انا وانتي. لا انتي ما تستخدمي. الا نخبزون هي. الا يا خالة يا خالة ما تسلمونيش الراتب انا ما خبزت شيء. يا ماما. طيب نشوف خالتي طريقة خبزها مع الماء في خبز الماء. هذا تعجن انت بهذا صح؟ كهات شقربي يا خالة. طبعا الأشياء المنتشرة هنا في صبر بزراعة البقوليات زي الهند، الذرة، الجرجير، الباقلة، هذه الحبوب هي أساس مكونات الأكل الصبري سواء بالفطير أو غير ذلك من الأشياء الأخرى. طيب يا خالة الحين هذا لما تقدر تعجنه هذا؟ على بال ما يعني تشتعل نيران المافي احنا
نكمل بالعجين. انا ما اعرف عجين اللي بدي اعطي صدق. جرب الطريقه الثانيه. يا انا اللي كنتش عجين كده بيدي مش بالعصا. جمال الأشياء اللي ممكن تصادف أي زائر إلى جبل صبر إنه يشوف جمال بنات صبر بأزيائهم التقليدية الرائعة. طبعاً كل زي يختلف من منطقة إلى أخرى، مثلاً في منطقة بيكون فيها الزي ضيق، منطقة الزي فيها واسع، منطقة التطريز فيها إلى أسفل الركب، منطقة غير. فأنا شايفة صباح الخير ومساء الورد، كيف الحال؟ شوف الأطفال كمان متعودين بالطرحة الصبرية أيضاً بطريقة الربط، دائماً ترافق هذه الأزياء الجميلة المشاقر والورود التي عرفت عن صبر الرائعة. أخبروني أنه هذه الكوافي كمان ما هيش موجودة أصلاً في صبر منذ القدم، ولكن إنما يعني استحدثت مؤخراً. فأنا أكلمكم عن المعلومات اللي لقيتها أساساً من أهل المنطقة. كانت هذه هي رحلتنا اليوم في أفياء جبل صبر بقلوب أبنائها الرائعين، بطيبة أهلها، بهذه المساكن الجميلة، بالمشاقر التي أكرمونا بها، بالأزياء التي تعرفنا عليها، وبتفاصيل الزمان والمكان في حياة الحالي متعز. آمل من الله أن تكونوا قد قضيتم معنا وقتا جميلا ورائعا لنختم رحلتنا في هذه الحلقة بجزء من هذه البرعة التي سوف نراها. أهلا وسهلا في فقرة مع بعض. دائما بنحاول نكون فيها مع بعض من خلال مجموعة من الأشياء أو السلوكيات أو التصرفات اللي بنواجهها في الميدان. فقرتي هذه بتحتوي أننا أنزل أركز على البعاء المتجولين. ليش؟ لأن البعاء المتجولين هم أكثر الناس اللي بيعانوا ربما في آلية إيجاد سبل العيش وطريقة الرزق ومصادره بالنسبة لهم، فبتخلي يظل يدور 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 علشان يلاقي لقمة عيش بشكل لطيف وكريم. لكن احيانا بتواجههم بعض الاشياء والمصاعب في الميدان. انا انزل الميدان، اختار احد الابطال، اعطيه سؤال، اذا استطاع انه يجاوب ياخذ الفلوس على طول، اذا ما استطاع عنده ثلاث فرص لانه يسال ثلاثه اشخاص. بعد كذا اللي حيجاوب يا اما انه يقسم الجائزه معاه وهي مبلغ رمز 60,000 ريال، يا اما انه يؤثر فكره تجسيد الايثار ويعطيها له بشكل كامل. انا حروح الان الى الميدان وشوف بطل أو بطلة فقرتنا في حلقة اليوم.
شوف اليوم مين اللي حلاقيه وفين حيكون موجود كشخص. فأنا في داخل هذا الازدحام بحاول أشوف حد موجود. صعب صعب لما تقيس تلاحق واحد كذا تلاحق أمك إلا مكان ولا تشوف حد ولا. لحظة أنا شايفة واحد كأنه جالس بيده كيس، كان قادر ركز لي عليه الكاميرا. شوف الشبيع ذا، ذا اللي جالس بالأرض الآن. نحاول نأخذ له لقطات ونشوف إيش يبيع. طيب انا رايحه لعنده. السلام عليكم، كيف حالك؟ الحمد لله. ما لك ايش تعمل هنا؟ اشتغل. ايش اشتغل؟ ابيع اغلاف البضائع. اجلس جنبك عادي، مسموح التصوير؟ مسموح. ايش اسمك؟ زيد. زيد من وين يا زيد؟ ريمة. من ريمة. كم عمرك؟ عمري 13. 13 سنه. العمر كله يا رب ان شاء الله. قلت لي ايش تبيع؟ اغلاف بطائق. كذا اغلاف بطائق. هاي يعني معاه بطاقه يغلفها ولا ما معوش؟ ما يشتريش. لا لا يغلفش. قول يغلفش. طيب ليش تبيع اغلب بطايق؟ ليش ما تبيعش حاجه ثانيه؟ ابلات والله باينه. ليش معك بالكيس؟ نعم. طيب انت ليش خرجت تشتغل؟ ليش اشتغل؟ على اهلي، على الاسره. كم منكم في البيت؟ سبعه. سبعه، انت وابوك وامك واخوانك. انت اكبر واحد ولا اصغر؟ ابو واحد اكبر مني. طيب خلينا نوقف بس. وقف وقف، احنا نتكلم كذا انا وانت وندردش، نمشي ندردش انا وانت مع بعض. تعال. قلت لي انتم كم منكم؟ سبعة. سبعة وانت تشتغل عليهم؟ ليش؟ اين الوالد؟ الوالد بيشتغل بيصرف، يعني ما يكفي صرافته. يعني انت تساعد. ايوه. الله يوفقك. تدرس؟ ايوه. صف كام؟ خامس. خامس، الله يوفقك. السنة دي صف كام ولا موقف؟ موقف هذه السنة. ليش؟ ليش يا زيد؟ أين أطلب الله؟ الظروف صح ولا لا؟ معلش أنت قدع، إن شاء الله ربي بيوفقك بإذن الله. قلت لي من وين أنت؟ ريمة. من ريمة، الله يوفقك إن شاء الله. طيب دحين هذا الغلاف بكم؟ 300. 300، وكم يسفي لك في اليوم؟ 3000 أو 4000. تكفيك؟ معلش مش مشكلة. أنا ذا الحين أشي دردش أنا وأنت وأسألك أسئلة. إذا عرفت تجاوب أخذت الجائزة 60000. إذا ما عرفت أنت تشتغل مذيع، تأخذ الميكروفون تروح أنت تسأل وأنا أروح أبيع لك الغلافات. إذا ما بعتوش طحر. تمام. جاهز؟ جاهز. جاهز، الله يحفظك. كم عدد أرجلي؟ اثنتين. تأكد؟ تأكد من كلاب ورجل حمار منك ساعة ساعة صيادة ديك. كم عدد أرجل العنكبوت؟ اثنتين. أنا عرفت أرجلي وما عرفت أرجل العنكبوت. تعرفني؟ تعرفني أكثر من العنكبوت؟ أيوه. طيب أنا وأنت بنمشي ونسأل. حتى انا شبيع لك هذين. ايش تكتم تشتغل مذيع؟ انت لما تكبر ايش تتمنى؟ ايش تتمنى انك تكون لما تكبر؟ طيار. ايش؟ طيار. برافو عليك، برافو عليك. وليش الا طيار؟ طيب ها، ليش اخترت الطيار؟ لانه قوه. قوه تطير؟ يعجبك تطير؟ تطير في السماء؟ تطير. طيب طير معنا في طائرة السعيدة وخلاص. الله يحفظك. امسك الميكروفون يا زيد وانا شبيع الغلافات ونشوف احنا وحظنا وزيد. هل بتتجسد فكرة الإيثار اليوم ولا لا؟ يلا بسم الله. زيد أنت ذحين لما أنت تبيع تمشي تقول غلافات غلافات ولا بس يعني تتقيس ساكتهم يشتروا من عندك؟ غلافات. يعني ذحين أنا أقول غلافات غلافات. أيوه. على 300 اشتروا غلافات بطائق. على 300 تشتري 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 300 اشتري 300 اشتري 300 بعنا تشتري. يلا حاسبوا حاسبوا يلا 300 من 300 من 300. هذه ما بش معي صار بألف. بألف. شوف أنا كيف بعت لك. ها 300 صح. يلا 300 و 300 لحظة صح. هات حبة هات حبة واحد مية. تلا و 300 من دورك. أنا
الله يعبر عليك. الله يسلمك. احنا الان بنبيع. هات. لحظه اصبري اصبري لحظه اصبري يا سلام والله لو اني بياع الا بيع كل شيء. هذه حبه ها. الله يحفظك. كل لحظه هذه ثلاثه. كم؟ ثلاثة؟ هذه ثلاثة أنا أطيب لك بضاعة أحط كامل ثلاثة ثلاثة وتبقى عندي 100 سماح تمام؟ أها وهذه ثلاثة يا سلام يا سلام. طيب لحظة لحظة افتح 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 سري سري امسك 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 ربي فتح علينا ربي فتح علينا اليوم ما شاء الله ما شاء الله مبروك أنت مبروك ربي فتح علينا اليوم. طيب أنت إيش بتفعل؟ إيش مشكلتك برجلك؟ في حاجة برجلك؟ صدمتني هيلوكس. صدمتك هيلوكس فعندك مشكلة بالحركة صح ولا لا؟ طيب احنا ما بنمشيش كثير بس بنبيع هنا هيا فوقي ايش زايدين ها من 300 كم شيء هذه 300 ثلاثة ها امسك هاي 300 ها امسك وين حقي احنا نمشي مع بعض نتكلم شوي امسك الميكروفون انت لما تخرج الان تبيع تخرج تبيع من الساعة كم للساعة كم الساعة 8 و 9 لا ظنظر 8 و 9 الصباح لا ظنظر والعصر العصر كم من الحين نخرج بعد الظهر؟ آه. لا ما كفيش المصاري. اه. لا كفي تقس. لا كفي تقس. والمدرسة طيب؟ ما عاد تروحها ايش قلت لسه هذا المقدم. عدني ما اروح. طيب خلينا احنا نشوف الان اي واحد عشان ما مشكش كثير ونسال ونشوف من حيختار يلا اختار اي واحد. اذا ما اذا عرف بعدين يا يقسم الجائزة معك يا يقول لك لا اكراما لك يا زيد خذها لك. يلا اختار واحد منهم. بابا. اختار واحد منهم. تعال. كيف حالك؟ الحمد لله. عرفنا اسمك نظام عارف خالد حسن من وين من وين تعز تعز يلا نشوف تعز تساعدك ولا لا ايش كم عدد القلع العنكبوت كم عدد القلع العنكبوت 24 24 24 ام 44 ولا ام 24 طارت الفرصه الاولى عليك يا زيد تعال باقي معنا فرصتين اثنين باقي نسال اثنين احنا نشوف اثنين ثانيين كم عدد القلع 6 6 خطا راحت عليك الفرصة الثانية راحت زيد نمشي تعال تعال يا زيد زيد يمشي معي طيب أنتم عايشين في بيت إيجار ولا ملك؟ أي إيجار كم الإيجار حقكم؟ شهر 70 شهر 70 تخيلوا مع ارتفاع الإيجارات أيضا والله إنها أوضاع سيئة كيف البيع القول يعني اللي يحصلها يجي فيها بضاعة ولا يصرفها إيجار ولا مصارف بيت ولا كهرباء ولا مدارس ولا علاقات ولا لكن رحمة الله واسعة طيب باقي معك فرصة أخيرة ووحيدة بس الآن تختار واحد إذا ما عرفش إذا ما عرفش يجاوب واحد منهم خلاص بتشوف خلاص سحب واحد إيش اسمك؟ اسمي نجيب العامري كيف حالك؟ حياك الله كيف حالك؟ من وين؟ أنا من تعز كذا يلا كم عدد قلع العنكبوت؟ 18 راحت إذن يا زيد أعطيناهم ثلاث فرص وغلطوا الآن أنا بعطيك خيارات إذا اخترت الإجابة الصح تأخذ 60,000 لك وحدك ما حد شاركك فيها أحسن صح هل عددهن ثنتين ولا أربع ولا ثمان 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 صح ليش ما قلتش كذا من أول صح فعلا عدد أرجل العنكبوت ثمان وأنت رائع وأنك عرفت الإجابة لوحدك فأنت ممتاز جدا ألف مبروك الله يعطيك العافية هذه حقك البضاعة بعد ما ربحنا بعدين نرجع نبيع أنا وأنت بالعصر تمام إذا زيد يكون بطل فقرتنا في حلقة اليوم استطاع أنه يجاوب بنفسه هذا أنت رأى يا خلاص عقاب من نفسه الله يفتح عليك إن شاء الله ونرجع نكون نبيع أنا وأنت من هذا والله لا نبيع كل شيء قد بعت بطاط وبعت سماك لعلمك وبعت بيض الله يوفقك إن شاء الله يا رب وأنا أسلم الجائزة لزيد وقبل ما نسلم الجائزة نؤكد دائما على أهمية التعامل مع الباعة المتجولين ونحن ما نفاصلهمش على المية والميتين وأيضا نقدر تعاملهم ألف ألف مبروك 60,000 ريال يعطيك العافية يا زيد أترك زيد وأروح لأنتقل معكم إلى فقرات أخرى طائرة سعيدة 6 هو الثاني بالشمس يا خالق عليهم حرام يا خالد الله ربك ربي الله عليك وش عملهم بجهنم تهميها مش هتصب الدنيا اهلا وسهلا فيكم في دراع الماشي واهلا وسهلا بكل الشخصيات الجميله والرائعه اللي بنلتقيها دائما واهلا وسهلا بخالتي الجميله خاللول كيف حالك يا خاللول الحمد لله خاللول والراعيه في هذه الفقره برضو الخاله الجميله
خالتي لولا فود. سلامي يا لولا الشرعبي. وانت اهلا وسهلا فيك. حيا بك. كيف حالك يا خاله؟ الحمد لله. كيف الدنيا معك؟ والله الدنيا كذا الحمد لله. واحد يقول الحمد لله على الدنيا هاي. انا قبل ما ابدا بالدنيا انت جالسه تهمي لي دول كلهم حرام بين الشمس. ما لي عيالي برضو. واني يعني تعرفوني بين الشمس عيالي هذول والظلام والغبار والمطر والبرد يا خاله. ما لي بنتهم حرام برضو عيالنا حرام. قال لي ما يرحموني. هم يرحمك؟ نعم. ما ترحموهاش؟ لا عيب. بزعل منكم بعدين. سلموني واحد واحد يا خالد. بزعل منكم. ماني شوف بدري كلهن بنات معي ثلاثة عيال. يا خالد سبع كلهن بنات. يا خالد ذوقوني المر. معي لي اثنين ثلاثة. ها يا خالد طلعوني جبال وديان وزهول ولا يهمك. خلينا ما نكمل بعدين بضربهم لك. تمام. وعد. وعد. ولا يهمي. نبدا قلبك الله يحفظك ان شاء الله ينصرك على اعدائك. ان شاء الله يا رب لقبك لربي. انا ما الشغل فين رايحة؟ فين واقع؟ قلت لهم اني ما سألكم ثم تخرجوا مالكم تن بناتي فرت تفرحوا لي بخرج فضول دوري عروس او مالكم؟ الله. طيب خالة لولا انت من وين الان؟ انا من تعز. من تعز؟ ايوه. بس اللكنة العدنية هذه ليش؟ انا عشتي في عدن. لا قلتي بس مكان شمالية. انا عشت بالسعودية. لا انا اقصد شوية ما بين تعز وعدن. انت الان احنا في مدينة عدن طبعا. بس انا شوفي قسيته بالسعوديه. قسيت بتعز. قسيت بحوض الاشراف اسمه ده بقى الحوبان. قسيت بالراهده. تنقلت. قسيت بابيان زي السبع المدهش اللي يقول تنول السبع. ما شاء الله عليك. نقلت المدن كله ما شاء الله. وحقيته الحمد لله حقيت اربع مواسم. الحمد لله حقيت اربع مرات. اربع مرات حقيت. الله الحمد لله. طيب تزوجتي؟ وتزوجت اربعه. كل واحد يطلع. كل واحد يطلع معذيره. واحد يطلع خمسه. لحظه خاله لحظه صلي على النبي. حقيت اربع مرات. شوفي انا هدرتي كثيره في سبع زنقوم. يقولوا مرتك ليش كذا تدري في سبع في سبع تكذب كلامي. عادي عادي. قلت لهم انا عندي مره واحد. خذي راحتك. انا بدي حقيت اربع مرات. ايوه. اتزوجت اربع مرات. ايوه. نحكي على التجارب هذه. التجارب اول ما تزوجت على شبتي وانا قاهله تزوجت ثاني السعوديه طلعت. على طول السعوديه. ثاني على السعوديه على ابن عمي. وخلفتي؟ خلفت له خمسه. خمسه ما شاء الله. السعوديه كلهم. ما شاء الله. طيب. بعدين قسينا مثلا روحتوا. انفصلتي عنه أيوة. يعني؟ لا روحنا سنة الأحداث حق صدام حسين روحته للبلاد. أيوة. عشان برجع. أيوة. صرنا مشاكل وهلاته. أها. مع زيتوقة زوجوا عروسا بعدي وأنا ولا دارية. طلعوها السعودية. وأنا ولا دارية. بعدين قالوا شتو عيالي بيطلعوهم. قلت لهم من عيالي ما بطلعوهم السعودية. عيالي معي معي. قالوا خلاص بنشيل اثنين. الابن وثنتين بنات بيشيلوا معي. خلوا لي اثنين صغار. أول سنة طلعوا الرجل حرق زوجي. دخلت تحت بابور وحرق. هو كان يصلح ورجع. الابن حق صدمه بابور من هنا لما المسافه ذيك كبير بكري. هذه اول سنه بطلعتهم. عاش بس عاش فتره وبعدين مات. سنين بس مات بكري. الله يرحمه. قل له قلال الله يرحمه. الله يرحمه. بعدين المهم كان يقول لك خلاص اني تبربرت منه وصرت عند اهلي. انفصلتي عنه يعني؟ انفصلته. انفصلته. اتعربت سنين سنين. اجى الثاني. اها. دقينا من الاهل قلنا يلا دقي. قول المثال كان حياه امي الله يرحمها تقول لي يا بنتي حق الرجال ولا حق الجدار. الحق الرجال ولا حق الجدار. خالتي لن طبقها. ايوه المستقره. سمعتي؟ اتزوجت الثاني. طيب جبت له اربعه. اربعه ما شاء الله عليك. قسينا انا وهو فتره 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 سنين. قلنا مصايب انا وابوه. اوه يعني وابوه كان زوج امي. شوفي ابوه كان زوج امي على شبته. ها ابوه كان زوج امي. كان زوج امي على شبته بس راحت من عنده. سبحان الله. ايوه. قسينا سنين سنين. المهم قسينا انا وابوي نفتحز نفتحز. قالوا بيزوقوه. قلت انا بروح على بيت اهلي. كل ما قالوا يحرقوا المرأة قال لك نزوقوه. بيزوقوه. وانا بروح على بيت اهلي. سيبت له بناته ورحت لبيت اهلي. خلاص قسيته معي ماكينه خيطه وتارملته شقي سبع سنين دري ثمان سنين. ايوه. تارملتي ليش مات؟ لا طلقته. يعني الاول انفصلتي عنه والثاني انفصلتي عنه؟ والثاني انفصلته. سنين. طيب. كلهم انفصلتوا الاوليين. طيب. قسيته ايام بيام قسيت شلته الماكينه وكنت خيط شاقي على نفسي بماكينه. قسيتك ما ست سنين درس سبع سنين اقل نصيب. قد معاكي اولاد تسعه. ايوه معي الاولي خمسه والثاني اربعه. اقل نصيب. ايوه. والثاني اربعه. واول اثنين من الاهل. اقل الثالث. اقل الثالث ما قلتش لا. اقل الثالث الراهده عسكري. الحق الرجال ولا أيوة. حق الجدار. ولا حق الجدار. هذا رجال تمام عسكري. معه مهنه وبرتاح معه. ضابط تضبط الامور. ايوه كان يشتغل بالجهاز بالتعز. جهاز ايش؟ ما ادري خلاص انت جهاز ايش يا خالد؟ جهاز مو جهاز ايش؟ ها؟ جهاز اي نوع؟ عسكري يعني محقق كبير كان. قومي ولا سياسي؟ مدرب لابو ابو يقولوا بالجهاز ادري ايش قال ابو. ايوه خلاص هي ما عليك. قالك مات. طلقت ابو مات بعد ما طلقني مات. لحظه انفصلتي عنه برضه؟ ايوه. خلفتي منه كم؟ ايوه اربعه. اربعه ما شاء الله. ابن وثلاث بنات. ظبطه. نحرنه. كانت شهر ما شفت فلوسه.
اسقي على بني اني يعني وراتهم مكان ابو القيب حقه يروح يخزمهم صبح الله الساعه 7 قدو مخزن بالسوق سوق القار. ايوه قلت له رحتوا عسكري شريعة علي اخر تنقمه ما عديت له طيري لك يا هلول صاروا معي على عتزوقي 9 من الاولين 9 ومن الثالث 4 9 10 11 12 13 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله المهم 13 جلس خالتي لول خلاص قسينا ما عتزوقناش قسينا اجا قلت له بنزل عدن طيب ايوه امي وابي ماتوا نعتي ما معيش احد ولا أيوة. ولا أيوة. قلت معي يا بنزل لي عدن ايوه قسيته بالراهده معي بيتي قرب الراهده قال لي واحد يشتغل بالفرن اها ابو ذا الابن اللي معي دحين ايوه اخر واحد ايوه مزوج كان من هنا ولا ولي ما كانش مزوجين لا الاولين مزوجين مش كلهم مش مزوجين ايوه الاخر كان مزوج انا خلاص حبك وانا مدري ايش كان ديلي روتي من الفرن ديلي كيك ديلي يا عيني والقات والسجاير والدنيا قلنا لا خلاص هذا وبس الرابع وقعت في الحب هذا الرابع وبس طيب هرب نزلنا عدن زوقته بالراهده تمام عقدته الحوبان عقدته بالحوبان ونزلنا الراهده وقسينا فتره ونزلته عدن هنا وانا حامل بكري هذا الابن عدن نزلنا وكم خلفتينا اول واحد اثنين بس 13 14 15 15 15 ما شاء الله ما شاء الله المهم نزلنا عدن نزلنا عدن هنا قسينا 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 لا هي من الاحداث حق علي عبد الله صالح قال بقى اسافر البلاد اشوف امي واشوف جهالي من هنا لهنا قال بسافر قلت له الله معك بسافر اشوف جهاله وانا عدن اشتغل ولا اخره وقال طيب سافر اشوف جهاله لا اوصل عندهم ولا عند امه ولا عندي اختفى ضاع اختفى ضاع شوفي كيف من هنا لهنا سوينا اعلان بالتلفزيونات وذا القرايد وذا وذا واحد قالوا خبر الرجال قهبلوا بيان وتزوج له بابيان يعني عرفتي بعدين فيما بعد بعد يمكن بعد سنه مدري بعد سنتين لقوا ناس من عداء من معارف معينه قالوا يبيع خمير بالشارع قلت لهم عند الفرن عند الخمير ايوه خاله كيف عمزي لما دريت انك دفلت رحت عرب. رحت شربت قهالي هنا وانا بعد لما دخل ابيان خليتي يطلق ولا لما هناك لا سكتي رحت لما هناك دخلت له فين صفت وصفت وريت لهم صورته من واحد لواحد لما وروني بالفرن ايوه درته بالفرن ايوه اهلا وسهلا بزوجي حبيبي عبد الحميد قال ايوه قلت له ايش تسوي هنا؟ خل اشتغل واني مغطاي ما عرفنيش قلت له ما عرفتنيش لا قلت له معك ام بليغ قلت له معك ام بليغ فتحت الخنه والناس مليان داخل قلت له اني ام بليغ نسيتني كذا في ساعه ام بليغ انا مش برضاي انا مدري مسحروا لي انا مدري ايش انا مدري ايش قلت له مع السلامه خرجت خلاص وريت له صورتي وخرجته بعد اسبوع مدري اسبوعين لحقني اقل عدل قلت له الطريق اللي انت توديك رجع رجعته من الباب وانفصلتي عنه؟ انا طشت لي لحد اكون انا معلقه مات فوق دحين مات توفى مات بعدين ايوه بعد سنين سنين بعدين كان 5 سنين وعشر سنين دحين غريبه طيب بعد ما توفى خبر اقل خامس لا خلاص ما عاد قالوا لك عرسان لا خلاص خلاص يا بنتي ايش باقي عاد؟ باقي يا خاله ما باقيش ما بيروحش علي عليك الله يعطيك العافيه ما بيروحش علي يا بنتي تذوقنا الاول والثاني والثالث اربع انفر خلاص بس بالامانه بالامانه اكثر واحد حبيتيه مين؟ والله اكثر واحد كنت حبيته الاخير 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 كان بدي المدعي يعمر لي يقرب لي القات يقرب لي سيجاره كنت شيخه اميره والولي ما كانش يدلعوكي؟ لا ما يدلعونيش خالص ولا واحد الولي ابن عمي كان على قولك زوج والي ما تفتكيش تخرجي طاقه ما تخرجيش تخرجي طاقه ما تخرجيش ثاني برضه من الاهل القريه قزعنا بضحك دحين برجع تعب اشتغلت ببيوت كنت اشتغل باليوم 4 بيوت عشان اكافي عيالي ولا واحد من زوايا قصدك انت والرقم 4 يا خالة احنا اشتغلناهم الاربعه ولا واحد ورث لي حاجه حتى عشان ارتاح منه اشتغلت والله ربيتهم اشتغلت لا يا خالة انت كان المفروض كذا تقنصي على واحد تقنص على بنتهم ما لي طلعت لك ذا الحين عوضي لنا انا لو انا مكانك ارمي بسهمك الى المنطقه تقولي والله خالة للحق الحق يا خالة الحق الاول قبل ما يرفوف تاكل خلاص والله انت قربتي تجري بعد قلبي الحين بالحق الاول بسوي اعلان طيب زوج الحين ماتوا كلهم؟ باقي الا واحد الاولي باقي باقي اول واحد بس واحد اما الباقي الثلاثه كلهم راحوا ما فكرت ترجعي له قبرتهم كلهم ثلاثه انا استغرب قصدك مع الرقم 4 انا حبيت الرقم 4 مع بعض الاخير الاول من راح حقك اول واحد من راح زوجات ما شاء الله كانت تشتغل باليوم 4 بيوت طيب الان ايش تشتغلي؟ كلهم الاربعه ايش تشتغلي الان يا خاله؟ دحين شغل بس بمكان واحد بالروضه بالروضه تشتغلي مع المديره حقنا صراحه معنا مدير ما تصيبي مع مين عايشه من اولادك؟ عايشه مع هذا الابن زوجته دحين له 4 شهرين عدم ما زوجته مبروك الله يتمم له مكان بعيد مني كذا محتريت مش قريب عايشه مع بنتي معي بنت تشتغل بالمطار ما شاء الله عسكرية الله يحفظها لك مع ثنتين بنات كمان هي جالسه عندي معلقه كذا لا مطلقه ولا مزوقه الله يصلح لها الحال الحمد لله مع ثنتين بنات وكافي عليهن واحده بالثانويه واحده قي اعدادي طيب اكثر شيء اسعدك في حياتك نبتعد عن الحزن اكثر شيء نقول لك استعدت بالرجال هذا الزوج هذا الاخير كان صراحه مريع علي
هذا كان اكثر حاجه. ايوه اكثر واحد كان هو مريع عليه صراحه من قبل ما عرفني وريع عليه طلقه لما اتزوجنا. كان يغني لك يا خاله؟ غني لي بس كنا نخزن لي هذا يقوم يعبد المداع ويعمر لي القهي والقطبه هنا والقاع الشاهي ونخزن له ما يقول الله اكبر الفقر. شوفوا شوفوا حتى لو انتهت العلاقه بالفراق تبقى ايش؟ انه أيوة في صراحه حتى لو وقعتوا بس في مواقف بسيطه أيوة تبقى تتذكرها المراه. أيوة تبقى المراه تتذكرها. ما وقعنيش يعني ولا قمد علي ولا في العسكري اللي برا دخل يموت علي ساعه. أيوة كنا نضارب انه شقفته مره بقى عاد احنا لنا ثلاث ايام عرايس عاد احنا لنا ثلاث ايام عرايس. قلت كيف تتذكر؟ غير من الوالي حقي وانا شو القرار حق الشرطه الحمد لله كان مخضخ له راسه ثاني مستشفى اليوم على طول عاد احنا لنا ثلاث ايام. انت عروسه؟ هذه عروسه لي ثلاث ايام. العروسه التي فتحت راس عريسها. انا فتحت له راسه من هنا بالقرار حق الشرطه ثاني انه مستشفى وبعد رجع المستشفى للشرطه اشتكي لي اول راح تعال وبعد رجع اشتكي لي وفرعوا بينكم بالشرطه؟ بعد ما سدينا بس زواجتنا يمكن سبع سنين او ست سنين كل يوم صياح كل يوم صياح كل يوم صياح مشكله ساعه وكرتوه كل ساعه وكرتوه من حق حيفان. اخر حاجه يا خاله كنت تتمنيها زمان انها تتحقق ما تحققت شلو قالوا لك الان يا خاله لول ايش الحاجه اللي تشيها ان يعني كذا نسويها لك ايش بتقولي؟ اسيم يبنوا لي بيتي يبنوا بيت ايوه معي بيت الشمس كله لفوق المطر كله فوق معي غرفه واحده ونحن ست نفر داخله تعال حتى المنظمه لما عقت راحت البيوت كلها وانا عندي ولا قاعده لحدك كلها الله يسهل لك ان شاء الله. هذه الاولى ها ثانيه اشتي بيتي تضلل لا هي الاولى قضي كل البيت الثانيه الامنيه الثانيه وعيالي ستر معي عيالي وعافيه عيالي الله يربي بعيالي وعلى ام محمد جميعا امين والثالثه والباقي العافيه من الله والستره ونعم بالله الله يسعدك ان شاء الله يا خاله يسعدكم كمان ويسهل لكم ويحول لكم ويفتح عليكم ان شاء الله يا رب ان شاء الله يجعلكم كل خطوه سلامه ان شاء الله. الله يحفظك يا خاله ويسعدك ان شاء الله يا رب انت كمان يسهل لك طريقك كل ما تحصل عليك امين 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 ادعي لي مش الا الدعوه ان شاء الله ربي بيستر عليك ويسهل لك وطريقك ويدي لك كذا على نياتك وحقق لي امنياتي. ايوه خليني اقول لك ادي لك على امنياتك لا نياتي ما ايش يعني نياتي نص ونص خلاص اللي على بالك حقق لكم انا قلت كذا الله يسعدك ان شاء الله الله يحفظك خالتي. هذه 50,000 ريال مقدمه من مجموعه فاضل الريمي للتجاره والاستيراد الزهور المتحده للزيوت النباتيه فهد المربعي ولول فود عنها الخاله العزيزه لول لول لا هي اللي جابت دحين الجائزه هذه الخاله لول ونجيبها لمين لك انت الخاله لول شكرا الله يسعدك يا رب شكرا عليكم وعلى القناه اللي قدمتكم على معلك من القناه ولا عليكم منها انت بس من قلبك من ذلك. بهذه القبلات الجميله انا اختم لقائي اليوم مع خالتي لول في هدرع الماشي هنا في مدينه عدن عشان نروح مع بعض نشوف بقيه الفقرات كونوا معنا. ها تشتوا تربحوا طيارة؟ لا صعب علينا نربحكم طيارة بس ممكن اربحكم سيارة اربحكم مليون ذهب اقل اكثر اربح حتى حبي في قلوبكم وحبكم لي. هذه الفقرة العبوا اربحية فقرة مخصصة لكم انتم في الميدان اللي ممكن تجتازوا من خلالها القيمة بعد كذا تجتازوا مراحل المسابقة اللي حشرحها لكم اثناء فوز الفائز. لكن سؤالنا في حلقة اليوم يقول يمشي بلا ارجل ويبكي بلا عيون مين هو اللي حيعرف ممكن يكسب معنا طيارة؟ لا مش طيارة سيارة ذهب أي حاجة. هيا بنا إلى الميدان. ما هو الشيء الذي يتحرك بدون أرجل يبكي بدون عيون؟ يبكي بدون أرجل يبكي بدون أرجل؟ أنا ما قلت يتحرك بدون أرجل يبكي بدون أرجل بدون أرجل يتحرك يتحرك بدون أرجل ايوه يبكي بدون عيون. ايه البصل البصل؟ ايه كيف يتحرك بدون ارجل؟ كيف يتحرك؟ وريني كيف يتحرك البصل. لا ايش اعرف البصل انا كيف يتحرك؟ انا مش ماشيه من هنا الا لما اشوف البصل كيف يتحرك. طيب كيف قاعد يتحرك بدون ارجل ويبكي بدون عيون. الحنش. حنش كيف؟ يتحرك بدون ارجل يبكي بدون عيون. النار. وريني كيف الحنش يبكي بدون عيون. النار النار. لا انا مش عارف الحنش. انا نطلع براسي كيف اعرف الحنش. جائزة هذه الفقرة سيارة يارس موديل 2022 يلا. كيف الحنش؟ والله صعبة ما ولا مليون ريال نص مليون تحطك. ليش تلا حق الحاصل بس ما عندي. الحاصل حلو الان قل لي كيف الحنش يبكي بدون عيون. الحبحب. الحبحب يبكي بدون عيون. تعال. ايوه يا منور عندما احد ياكل كتر عليه انت تبكي لما تاكل حبحب؟ لا انا ابكي لما اكل مانجا. هو الشيء يمشي بدون ارجل ويبكي بدون عيون. يمشي بدون ارجل ايوه الحبحب مع ارجل؟ لا طيب
يعني يمشي بدون أرجل؟ ويبكي بدون عيون. الثومة؟ لا مش الثومة. طايرة؟ 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 تمشي بدون أرجل؟ طيب تمشي بدون أرجل، كيف تبكي بدون عيون؟ اسمك؟ أنا؟ عبد الله دهمش. من؟ عبد الله أحمد مرد أحمد. من وين أخي عبد الله؟ من القشة. أين القشة هذه؟ جنب البحر. جنب البحر، يعني من الخوخة تعتبر. الله يعطيك العافية، إيش تشتغل؟ البحر. بالبحر صياد، الله يوفقك إن شاء الله. حاجة تبكي بدون عيون وتمشي بدون أرجل من غير ما حد يغششك، إيش هي؟ الشيء الذي يبكي بدون عيون. ولا 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 حد يقول كلمة. يلا. الثلج. لا. لحظة لحظة. يبكي بدون عيون. أيوة. ويمشي بدون أرجل. دقايق. دقايق. دقايق ما معاش عيون ولا أرجل. الدقايق بالخوخة ما في بين شدات ولا أرجل. قلم. لا تسمعش منهم. ركز معي، هي حاجة مش بالأرض، هي حاجة فوق بالسماء. ماشي بالأرض. يلا. فايدة حاجة بالسماء مش بالأرض. سحاب. الإيش؟ سحاب. كيف كيف اشرح لي كيف السحاب؟ سحاب. أيوة كيف؟ أنت اللي سمعت الكلمة بس وخلاص. ماذا؟ أنا غشيم، أنا أقرأ وأكتب. أنت معمم عليهم عليهم؟ يا شباب لحظة، أنت معمم عليهم عليهم؟ لا. كيف السحاب؟ من زين من فوق. ما لا تبكي بدون عيون، كيف تبكي بدون عيون؟ المطر اللي فيها صح ولا لا؟ مطر. المطر لما ينزل كأن السحاب تبكي صح؟ والسحاب معها عيون؟ لا. وتمشي بدون أرجل، هل هي معها أرجل؟ لا. إذا صح ولا مش صح؟ صح السحاب. أيوة أنا السحاب أذن دخل السحاب من أذني. السحاب صحيح. اسمك مرة ثانية؟ من؟ أنا. اسمك أيوة. عبد الله أحمد مرد أحمد. إذا أخي عبد الله هنا من الخوخة يكون قد اجتاز معي المرحلة الأولى، نروح مع بعض نلعب، يمكن تربح يمكن ما تربحش، يمكن أنت وحظك. جاهز؟ يعني. نلعب ونربح. إذا نلعب ونربح هنا في مدينة الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة مع أخونا عبد الله، ونشوف إيش اللي ممكن يكسبه في حلقة اليوم. إذا مع عبد الله في محافظة الحديدة يكون مجتاز معي المرحلة الأولى اللي هي مرحلة اللغز. الآن أخي عبد الله إيش في معاك لعبة؟ الفقرة هذه كلها اسمها العب واربح، يعني كل ما لعبت كل ما ربحت. إذا ما لعبتش ما تربحت، تمام؟ هذه إيش؟ كرة. كرة، خذ الكرة. أنت في معك 1 2 3 4 5 6 6 ممرات أو 5 ممرات، تحاول تمرر الكرة من خلالها عن طريق عملية التوازن اللي هنا. في معك 3 صفوف. الصف الأول إذا وقعت فيها الكرة تكسب 20,000، إذا وقعت في الصف الثاني 30,000، إذا وقعت في الصف الثالث 40,000 ريال. معك 3 فرص. إذا فشلت تخلي واحد منهم يجي يلعب بدالك، تقسمون أنتوا الجائزة نصفين. إذا فشل هو قرحت اللعبة كلها، وإذا نجحت تنتقل للمرحلة الثانية، جائزة صناديق خاصة فيك أنت. جاهز؟ أنت قلت ليش تشتغل؟ البحر. صياد. كما تصطاد السمك من البحر فتصطاد الجائزة الآن من إحدى الفتحات الموجودة بإذن الله. قول إن شاء الله. إن شاء الله. إذا مع أخي عبد الله هنا في محافظة الحديدة تحديدا في مدينة الخوخة. بسم الله الرحمن الرحيم، كلنا مع بعض نعد له. 1 2 3. بسم الله. نشوف مع عبد الله. هي تحتاج توازن. ها طبعا معنا مليون، معنا نص مليون، معنا ذهب، سيارة، هو وحظه في الصناديق. إن شاء الله يا رب يفوز معانا بالجائزة. هذه الفقرة برعاية شركة فهد المربعي وعلاماتها التجارية، عنهم شركة الزيوت المتحدة للزهور النباتية ولول فود. راحت الفرصة الأولى عليه، ننتقل إلى المرحلة أو الفرصة الثانية. حاول توازنها تماماً. سهلة ولا صعبة؟ سهلة ولا صعبة؟ صعبة. راحت الثانية. حاول توازن يا عبد الله، توازن قدر المستطاع. صعبة؟ صباح النور، كيف الحال؟ تعالي يا خالة هنا، خلينا نلعب أنا وأنتي وعبد الله. عشان صندوقه. صندوقه؟ طيب خلينا نشوف. عبد الله راحت عليك الفرصة. ما نشرح يا خالة.
خلينا احنا نربح، اذا ما نفزش انا ارجع افوزك. تمام، خليك انت جنبي هنا. اذا عبد الله فشل في الثلاث الفرص الموجوده فيه، واختار احد الاشخاص اللي يلعبوا عنه. انت اسمك الكريم محمد احمد عبد. من وين يا محمد؟ من تعز. محمد معك ثلاث فرص، اذا قدرت كان بها، ما قدرت راحت عليك، ويبقى معك تختار شخص اخير فقط. اذا ما عرفش طارت اللعبه كلها. بسم الله الرحمن الرحيم مع محمد، ونشوف آلية التوازن في اللعبة. أيوة. آها. نشوف محمد، سهلة يا خالة ولا صعبة؟ اللعبة سهلة ولا صعبة؟ أنت تشوفي سهل ولا صعب؟ والله ما هي داري. يعني أنت تعرفي تلعبيها ولا لا؟ العبها؟ إيه؟ تعرفي تلعبي بها انت ولا لا؟ ولا اعرف. ولا اني. ولا اعرف يا حبيبي. ولا اني. طيب. الان هو في الممر الثالث من الفرصة الأولى. وانت مالك جيتي حامية على هذا الصندوق؟ ليش لهذا الصندوق؟ أخذت عليك. عجبك. شفتي شايفي طريقك وعجبك شلة. راحت الفرصة الأولى، باقي معنا فرصتين. ريحة جاية جاية، ريحة ريحة جاية. لا 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 ساكت. ولا ولا تربشك ولا تربشك. عبد الله واحد ثاني. باقي معك واحد اخير. يعني انا تعال اخونا. من نذير؟ نذير من وين؟ ما بطلع نذير من الحديده، مش من الخوخه. بسم الله الرحمن الرحيم. نذير، ونشوف معانا نذير اخر فرصه. يا عبد الله ما لم خسر. الفرصة الأولى راحت، الفرصة الثانية راحت. ولا خطيرة ولا خطيرة. مش أنا الأستاذ مختار اللي قابلوني. طيب المدير الأستاذ مختار القدسي. عبد الله خسرت محاولاتك. شكرا من إبه. سهلة. طيب سهل. أي لون أسهل، هذه لون سمكة من البحر؟ سمك. سمك من البحر؟ مش السمك يحتاج إنك الشبكة تحركها وتصطاد؟ دي اللي ثاني، دي لك إيه؟ لا. طيب إحنا الآن عدينا الثلاث الفرص، لكن كمحاولة استثنائية، ونحن نحب أصلا أهل الحديدة، خلينا نزيدك فرصة. ها الفرصة هذه أعطيك الخيار، هل أنت تلعبها أو تختار حد ثاني؟ مالك من اللي يدعي لك؟ لا 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 تخليش احد يدبك. هل تلعبها انت او تختار حد من الموجودين؟ تلعبها انت. شو تقربها انت؟ اذا عبد الله يريد يقربها هو بنفسه. ونشوف عبد الله. شعره خفيف ماسك في الخط كانك. عبد الله ركز. اها ممتاز. حتى لو وصلتها للنصرة قابلة. ها. بعدين بس بسحبها لتحت. يا ما ساعدي انا ادي لها الدرجة الثانية. طيب اتساعد معها، خلي يمشيها للثالثة وانا على طول ان شاء الله. احسنت، حلو، احسنت، رهيب. يلا لتحت اللي بعدها. بسم الله. الله معك، الله معك يا رب. عادي 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 خلاص. هات هات انا بتساعد معك ارجعها من هنا. ايوه تمام. انا بس لهناك. يلا ها بسم الله يا رب نجتاز هذه الخطوه الاخيره. يلا باقي الان ان الكره تخرج الى احدى الفتحات الموجوده في الطاوله. لوين 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 لوين؟ تفضل هنا تفضل هنا.
مبروك، فزت معي بالجائزة 40,000 ريال في المرحلة الأولى. وانتقل أنا وأنت إلى مرحلة الصناديق. بسم الله الرحمن الرحيم، معك 6 صناديق فيها ذهب، فيها مليون، في نص، في سيارة، في طيارة، في كل شيء، في فاضي. يلا إيش تختار من الصناديق اللي موجودة معك هنا يا عبد الله؟ هذا ليش؟ ليش له هذا؟ شكله إيش؟ شوكولاتة حق الضوء. شوكولاتة كلها شوكولاتة. اختار حقيقة الصندوق يا خالة. حقيقة الصندوق حقيقة. خالة شال حقيقة الصندوق. من هو؟ هذا. ما أخذ ثاني ده حقيقي. حقيقي. شنو نقول؟ طيب من الأخير أنت كم يطلع لك باليوم؟ البحر. أيوه. 2000 1000 يوم 3 يوم 5 4 مغامر. أكثر رقم وصلت له كم؟ ها؟ الشباب أكثر شيء استلمته كم؟ الأخير 20-30 ألف. 20-30 في اليوم. في اليوم إيه. ويوم 30 ولا حاجة. أعطيك 30,000 ريال وأخذ الصندوق. أعطيك 30,000 وأخذ الصندوق. لا لا لا. 30,000. صندوق. قولي له يا خالي بيع. قولي له بيع. ها؟ قولي له أخذ 30,000 يطرح لي الصندوق. صندوق. قولي له يا خالي بيع لك. 30,000 ريال واخذ الصندوق. صندوق. الصندوق. 31,000 ريال. صندوق. 32. صندوق. 33. صندوق. 35. صندوق. 40. صندوق. 42. 45. 50,000 ريال. صندوق. 50,000 ريال. صندوق. خير بركة. صندوق. طيب حاضر. من 50,000 ريال إلى 51,000 ريال. صندوق. 51,000 ريال. صندوق. من 51,000 ريال. صندوق. إلى 100,000 ريال. صندوق. 100,000 ريال. صندوق. ها؟ صندوق. خالة أي الأحسن، 100,000 ريال ولا صندوق؟ أي الأحسن، 100,000 ريال ولا صندوق؟ صندوق. وقال لي لا خالة صندوق. صندوق. 100,000 ريال يبيع ولا لا؟ لا لا صندوق. يبيع. يبيع. طيب 110. صندوق. 120. صندوق. 130,000. صندوق. 140,000. صندوق. 150,000. صندوق. 5,000 ريال. صندوق. يربح حتى 100,000. 200,000 صندوق. 200,000. صندوق. ما هو انت ما دلال. دلال. 200,000 ريال. 200,000 ريال خير وبركة، خذها من أختك لأنه في صناديق فاضية. في صناديق فاضية. خذ الميتين. خذ الميتين. 200 خير وبركة. 200 ومعك 40,000 من قبل. 240 يعني ربع مليون ريال. أنت الآن رابح ربع مليون ريال. بيع. بعت. اسمع تكلم. 200 بعت. باع. باع ب 200. انا داري انه باع والله، انني اقسم بالله انني داري والله انني رب العرش انه قال لي انه باع. باع ب 200,000 ريال ومعك 40,000 ريال وربع مليون ريال خير وبركه. راضي؟ اخذ الصندوق باللي فيه لي. اذا طلع داخله مليون فهو حقي. كله هنيان. نص مليون حقي. منيوله. عادي. منيوله. مشكله مش خلونيش اخذه. طيب انت داري انه في بعض الصناديق فيها مفتاح سياره؟ انت معك سياره؟ لا. انت داري انك ممكن تكسب سياره؟ لا. لا والله سياره حقيقي. والله سياره حقيقي. ما يعرف شو سوق. ما يعرف شو سوق. ها مفتاح السياره ولا الربع المليون؟ الصندوق. ترجع للصندوق. لا بس سياره الصندوق. هيا 200. مصمم على ال 200. طيب نصيحه اخت، خذ الصندوق. صندوق. انا بعدين. 300,000 ريال. 300,000 ريال اخر مبلغ انا ممكن اوصل فيه. يبيع ولا لا؟ 300. راضي؟ خلاص انا اكون قد وصلت الى اقصى حد معاه في حلقه اليوم، وصلت 300,000 ريال ومعك الظروف وانت مش راضي. الان خلينا نبدا نفتح الصناديق الموجوده معانا. اختار واحد من الصناديق نفتحها. خلي هذا لبعدين. اختار اي واحد من هذول الموجودين. جيب الازرق. انت ايش تتوقع انك تربح؟
طيب هذا الصندوق كان في داخله بقرة. كان معانا بقرة. هذا مش حقه. هذا مش حقه. افتح لي صندوق آخر. البقرة بمليون. أغلى أغلى من سعر العروسة ولا لا؟ الصندوق الثاني داخله خاتم ذهب. كان معنا خاتم ذهب في الصندوق الثاني. بس مش حق. ايش هني قال من اين تتهني؟ ما من هني اللي زوجته هو مش حقه. مش حقه. اختار صندوق ثالث من هذولا غير هذا. هذا حقك. اختار واحد ثاني. هذا هنا ايش كان داخل؟ غيرنا ما عاد نعمل شموز، قاعد هنا نعمل دقاقة. إذن عبد الله هذا صندوقك. معانا الخالة اللي دخلها من أول شيء تأخذ الصندوق تقول لها أنا الصندوق حقي. كيف نعمل؟ صندوق. طيب يا خالة هو الآن هو الآن أنا سألته هو اللي لعب. حقي الصندوق. من أين حقك يا خالة؟ أنت ما شاركتيش ما لعبتيش. أنت ما لعبتيش معنا. الله كريم. الله كريم. أنت ما لعبتيش معانا. أنت لأنك بس ما لعبتيش معانا شوفي أنا شاقبة لك إيش؟ أنا شاقبة لك 20,000 ريال قبر خاطر مني. هذه حقك ال 20 يا خالة. ودعت خالتي. آمين يا رب إن شاء الله يسعدك. نشوف صندوق عبد الله وإيش موجود معانا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا شكلي غلطت بالصندوق. انا سم نسمة سبأ. سم نسمة سبأ من منتجات الشركة الراعية شركة الزيوت المتحدة للزهور النباتية. تخبز تعجين معك حد في البيت. ألف ألف مبروك. صلح لك فتة. إيش الفتة المشهورة هنا في البداية؟ فتة بر مع إيش يعملوها؟ مع العسل. بالعافية عليك. نزيد نشوف لو عد في معانا. ومعانا أيضا في الصندوق جانب السمن 100,000 ريال. 100,000 ريال. خير وبركة. الباقي خير وبركة. راضي بهذا مش راضي؟ عارف مش راضي صح؟ راضي ولا مش راضي؟ راضي. مش راضي؟ أزيدك. أنت مش مطمنين؟ 200,000 ريال. راضي ولا مش راضي؟ من شركة فهد المربعي وعلاماته التجارية شركة الزيوت المتحدة للزهور النباتية والنفود لأخينا عبد الله في محافظة الحديدة مدينة الخوخة. ألف ألف مبروك. ألف عام إن شاء الله. راضي ولا مش راضي؟ راضي. راضي. إذن كانت هذه هي فقرتنا في إلعاب وأرباح. شكرا للرعاة المشاركين في هذه الفقرة. لا تروحوا بعيد ما زالت لدينا العديد من الفقرات المختلفة. كونوا معنا. وفي روائع القرآن الكريم وبيانه نحاول من خلال هذه الفقرة أن نتعمق في بعض تفاصيل القرآن الكريم ونتعرف على بعض من التدقيقات اللغوية الموجودة فيه وأيضا بآلية التقديم والتأخير. سؤالنا في حلقة اليوم يتحدث ما الفارق بين قوله تعالى جنات تجري تحتها الأنهار وقوله تعالى جنات تجري من تحتها الأنهار. عرفني باسمك؟ اسامة المليكي. اسامة عندي سؤال. 50,000 ريال
ما الفرق في قوله تعالى جنات تجري تحتها الأنهار وقوله تعالى جنات تجري من تحتها الأنهار؟ الفرق بين قلنا جنات تجري تحتها الأنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار. الآن وأنا أعطيك جائزة. أنت إيش تدرس؟ صيدلة. صيدلة سنة كم؟ ثالث. كيف الصيدلة عندكم؟ تمام؟ الحمد لله. الله يوفقك. أنت بتكون تقرر العلاقة غلط. على الله. على الله. ما ينفعش هذيك الحالة وهذيك الحالة، هي قلنا واحدة. لا، إيش الفارق في السياق اللغوي بين جنات تجري تحتها الأنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار؟ جنات جنات يعني أنهار. جنات أنهار. من تحتها الأنهار يعني عسل. عسل. أنهار هناك أنهار هناك. بس هذاك صافي هذاك. هذاك صافي هذاك لا. القرآن الكريم لا يستخدم الألفاظ عبثا، يستخدم الألفاظ لدلالات وسياقات معينة. من تحتها الأنهار يعني روح قرر العلاج. ماشي مساعدة. يعطيك العافية. جنات تجري من تحتها الأنهار وجنات تجري تحتها الأنهار. والله أسف. ما الفرق بين جنات تجري تحتها وجنات تجري من تحتها؟ فايدة. ها؟ فايدة. هوبلس. يعطيك العافية. جنات تجري من تحتها الأنهار. ليش أيوه إيش معنى من تحتها الأنهار؟ من تحتها الأنهار. أيوه إنه يعني خالدة هذا فيها في. لا مش خالدة، ركز معي، جنات تجري من تحتها الأنهار. أيوة. يعني الماء من وين يجي؟ من الأنهار. من إيش؟ الماء. العيون تنبع من فين؟ من تحت الأرض. من تحت الأرض تنبع. تنبع من تحتها. أيوه. فيسري مشهد الانفجار والجريان. والجريان، أيوه. يعني لما يقول من تحتها الأنهار معناته الماء يأتي من فين؟ من تحتها. من تحتها الأنهار من تحت. وهذه يأتي فيها دائما لما يقول جنات تجري من تحتها الأنهار، من يذكر معها دائما؟ من الفئة التي تذكر معها دائما في القرآن الكريم؟ انديان. ايش هي هذا؟ ايش هذه؟ هي هذه انديان. مش الانديان، انت سمعتها غلط. وقال الانبياء. الانبياء. الانبياء صح. الانبياء. الانبياء. اما الايات الاخرى التي ترافقها تحتها الانهار لا يذكر فيها الانبياء. يعني انا شي ربحك حياش الله. شوف لما يقول جنات تجري من تحتها الانهار يعني الماء ياتي من وين؟ ياتي من تحت. من تحتها. من تحتها الانهار. غير لما يقول جنات تجري تحتها الانهار. ومن عندما تدخل كحرف جر في الآية الكريمة فهذا يعني أنها أعلى قوة وأعلى مكانة. أيوة. من تحتها الأنهار يأتي معها ذكر الأنبياء لعلو رفعتهم ومكانتهم وشأنهم. الأنبياء يمكن. صح ولا مش صح؟ صح. 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 اسمك الكريم؟ هادي ناصر. من وين؟ من أبين. من أبين؟ حياك الله. أنت فهمت الآن الإجابة؟ أيوة. إن شاء الله تكون إجابة صحيحة يا رب. وهذه فعلا إجابة صحيحة. تحتها ومن تحتها هو ساعدنا في موضوع انه من تنبثق من تحتها الانهار اي المياه تنبثق من الاسفل. وبالتالي اكون اسلم جائزه من روائع القران الكريم لاخونا دي من محافظه ابين المحفل. المحفل قريه الضيغه. قريه الضيغه. وجائزه نبيل القران الكريم 50,000 ريال. الف الف مبروك. الفارق في قوله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جنات تجري تحتها الأنهار وقوله تعالى جنات تجري من تحتها الأنهار. صدق الله العظيم. تجري من تحتها الأنهار أعلى من قوله تجري تحتها، لأن بداية الجريان من تحتها كون العيون تنبع من تحتها فيسري مشهد انفجار المنبع مع الجريان. أيضا كل آية فيها من تحتها الأنهار يأتي فيها ذكر الأنبياء، والآية الأخرى التي ترافقها تحتها الأنهار لا يذكر فيها الأنبياء، لذا ذكر حرف الجر من أعلى قيمة وأقوى في المشهد. سلام الله عليكم في ايش وليش، وسلام على كل الاشياء اللي كنا نستخدمها وللاسف ما احناش عارفين قيمتها، وسلام على الفائز معنا في حلقه اليوم. سؤالي في حلقه اليوم يعطي استفسار عن الجيب الصغير الموجود في البنطلون الجينز. لماذا موجود في ذلك المكان؟ ايش الفائده منه؟ اللي حيعرف الاجابه حيكسب معايا، واللي حيكسب معايا حيكون فائز فقرتنا في ايش وليش في طار السعيده 6 من هنا وهناك. هيا بنا.
صعيب بالطريق اصلا. كيف حالك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك وعرفيني باسمك؟ استاذه خلاص نعمان مقبل. سهله يحيى. استاذه خلاص ايش هذا اللي شايفاه معايا؟ هذا بنطلون جينز. واللي شايفاه ايش؟ سهم جيب صح؟ في جيب صغير داخل الجيب الاساسي، ليش؟ ايش وظيفته؟ حماية الجيب الصغير يحمي الجيب الكبير يعني. الجيب الصغير يحمي الجيب الكبير. يحفظ الأشياء أكثر يعني. نعم. يعني بيحطوا له على طول كذا نشاط أو أي أو سحاب ويحم على طول ما يحتاج. يعني يقول إنه حفظ وحماية يعني. يعطيك العافية. شكل يعطي شكل ومنظار. لا. هو له وظيفة. والله ما ادريش. يعطيك العافية. جيب صغير جينز، ليش هذا؟ ايش فائدته؟ البياسة التلفون لا. طيب بيحطه بالجيب الكبير هناك، ليش بيحطه بالجيب الصغير؟ بطاقة. يعني قد جيب لأي حاجة. يعطيك العافية، شكرا لك. بنطلون مع جيب صغير. أي ايش فائدة الجيب الصغير؟ هذا يطرح به الدواكر، يطرح به أي حاجة صغيرة. الدواكر؟ أيوه. طيب هم اخترعنا من زمان، زمان ما كانش في دواكر. ها تكسب الآن 40,000. كذا الأغنية زينة بس. لا ولا زينة. كذا دعاية بس. ولا دعاية. هكذا أقول لك اشتري بنطلون جينز ومعقد دعاية؟ كذا فخفخة كذا. لا. حاول أن أعطيك جائزة. مش عارف. لا تقرأ، أنت تقرأ الإجابة اللي بالركن، الإجابة دي لي. والله الأغنى كذا زينة بس. لا مش زينة. يعطيك العافية إذا، شكرا لك. زينة. زينة لا ماشي. إيش كانوا يعملوا داخله زمان؟ يعملوا دراهم متخصصة. دراهم لا ماشي. إيش الفلوس؟ مفاتيح. يعطيك العافية شكرا. كيف حالك؟ الحمد لله. عرفني باسمك؟ عبد الحكيم عبد الشيف. من وين؟ من كريتر من عدن. من كريتر من عدن، يعطيك العافية. إيش شايف الصورة معي؟ شايف صورة دي سهم و ما عليك من السهم، السهم يشلك لعند ليش؟ شروال بنطل جيب صغير جيمز. داخل البنطلون الجينز. هذا جيب صغير داخل البنطلون. ايش وظيفته؟ ليش؟ وظيفته هذه لل... انا ولا ينفع لا الفلوس ولا الحاجة، ايش لا الذاكرة لا الحاجة الصغيرة. ايش الذاكرة ولا؟ المفاتيح الصغيرة. ولا المفاتيح صغيرة ولا يدخل داخله حاجة. يلا انا شيك تربح. ايش الفائدة منه؟ هذا الجيب الصغير. جيب داخلي. زينة يعني طرحوا زينة. لحظة زينة. الآن الآن زينة. أوه. الآن زينة. زمان زمان تحديدا في عام 1890 إيش كانوا يحطوا داخله؟ فلوس. ساعة. ساعة. ساعة إيش؟ ساعة الجيب. ساعة الجيب. صح. آه. ساعة الجيب فعلا. ساعة الجيب كانت توضع في ذلك العام في عام 1890 فعلا، وكانت توضع في داخل هذا البنطلونات. ساعة الجيب. وبعد كذا استمروا عليها تقليديا. اللي تجيب وسلسلة. صح، ولغاية الآن استمروا فيها، والآن نستفيد احنا منها حاجة؟ لا لا، بس عاملنا كذا مش عارفين في الساعة. صح، عادي معلن، المهم احنا نعرف المعلومة. الله يعطيك العافية، اسمك مرة ثانية؟ عبد الحكيم عبد السيف عبده. إذا يكون أخونا عبد الحكيم عبد السيف عبده هنا في محافظة عدن، قد فاز معنا بجائزة حلقة اليوم من طائر السعيدة فقرة ايش ليش 40,000 ريال، ألف ألف مبروك. يعطيك العافية. حظك من جوالك يا رب، ان شاء الله يكون حظكم احلى من حظي بكثير بكثير بكثير. انا حظي نوعا ما ها وها، لكن في هذه الفقره حيكون جميل ورائع معكم للميدان، لان هذه الفقره مقدمه من اليمنية العمانية المتحده للاتصالات شيو. انت الاصل. في البداية دائما أسأل الواحد إذا في عنده تليفون، أنتقل بعد كذا إلى مجموعة من المراحل نحاول من خلالها إن إحنا نشد العزيمة على إنه الأشخاص يتصلوا بآبائهم أمهاتهم إخوانهم أخواتهم، وتكون هناك روابط التواصل فيما بينهم البين. بعد كذا ننتقل إلى رقم الحظ. رقم الحظ دائما يعتمد على آلية عرض الحلقة، يعني اليوم 9 فرقم الحظ 9، اليوم 10 رقم الحظ 10، وهكذا. إذا كان موجود في آخر 3 مكالمات هذا الرقم الموجود، فهذا يعني أنه سينتقل للمرحلة الأخيرة، وهي مرحلة امتلاكه لشريحتي وأم لا. بعد كل هذه اللخبطة اللي مش عارفة انتوا فهمتوها ولا لا، حتنتقلوا معايا للميدان وتشوفوا معايا الفائز في حلقة اليوم.
تعرفين بس فادي محمد علي محمد. من وين؟ من بني عمر. بني عمر. بني عمر من تعز. كيف حظك؟ الحمد لله. هذه الفقرة اسمها حظك من قبل. ما شاء الله. ايوه. وين تليفوني؟ هلو موجود. عادي لو فتشنا؟ السؤال القديم هذا حق المواسم الأولى. نقد عقلنا ما عاد نفتش. الوالدة موجودة؟ ايوه. آخر مرة اتصلتي لها؟ أمس عادني كنت بالقرية وسافر أمس. له. يعني ما اتصلتي لها؟ عادني. طيب الوالد موجود؟ لا قد مات. أيوة. أخوكي موجود؟ إيه مع أخوتي موجودين بس مش أخوك يعني أخوك أنت؟ أخي يعني أيوة بس سعودية اثنين بس سعودية. ما اتصلتي له ولا اتصلتي؟ إلا اتصلوا بي. متى آخر مرة؟ قبل يومين. لا. شي خلال 24 ساعة. أخوت أختي؟ يعني الآن تشتي. تشتي الآن اتصال. خلال 24 ساعة. ما تتصليش انت الان، انا اشوف اذا في مكالمات قضي جائزه جائزه جاهزه يعني اذا كان من نصيبي. ولا هي ما فيش ما فيش لا ولا حاجه ولا اتصلتي لابوي ولا لامي ولا اخوي ولا اختي. كيف حالك عارفين؟ الحمد لله الحمد لله. محمد عبد الحسن. من وين؟ من اب. من وين؟ من اب. من قبله. من قبله. ايش احلى حاجه قبله؟ احلى في جامع الكبير في قبله. وغيره؟ وقبر الملكه بالقيس. غيره؟ معالم تاريخيه وهي مدينه قديمه. الله يعطيك العافية يا رب إن شاء الله. كيف حظك؟ حظي على الله إن شاء الله يكون حلو. طلع لي جوالك. هذا جوالي. اتصلت لأمك متى آخر مرة؟ أمي اتصلت لي آخر مرة ذي البيت. ضروري لأمي. أمي موجودة معي وسط البيت. ما اتصلي اتصل للبيت لأنه واصل. لما اتصل على تليفون المدام. أبوك؟ أبي قد مات الله يرحمه. ابنك؟ معي بنتي الكبيرة. كم عمرها؟ عمره 17 سنة. عدنا تواصلت معها الصباح. هي بالسعودية. طيب نشوف آخر مكالمة كانت الصباح متى نورينا. هذه هي المكالمة الإيمو حقي. لا وقت سنة شي مكالمة. مكالمة مع السعودية ما تواصلش مع إلا إيمو. راحت عليك الثلاثة الفرص الله يعطيك العافية. أوكي إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة كيف الله. كيف حالك؟ الحمد لله. عرفيني باسمك؟ أم أحمد الحارثي. حيا بك. من وين؟ من اليمن. أنت داري من اليمن؟ من وين؟ من اليمن. من شبوة. يا حي الله يعطيك العافية. كيف حظك؟ الحمد لله. الحمد لله. معك تليفون؟ أكيد. طلعي تليفونك نشوف حظها يمكن تكسب معنا اليوم جائزة يا رب بإذن الله يا رب. الوالدة موجودة؟ الحمد لله. آخر مرة اتصلتي عليها متى؟ اليوم العصر. اليوم العصر. حلو. هذه واحدة اليوم العصر. هذه الغالية. جميل. الله يحفظها لك. الوالد؟ آمين. الله يرحمه. أخوكي موجود؟ آخر مرة اتصلتي عليه؟ اليوم العصر. أنا المفروض أخو اللي يتصل. اليوم العصر. نفتح. ها شكلي كان معي عزومة لأميهم. أيوة والله بعزمهم بكرة. والله. طيب أخو اليوم العصر رقم هذا هو؟ اللي آخره 23. 23 هذا أخوكي؟ أيوة. طيب أوكي تمام. إحنا رقم الحظ عندنا اليوم 10. آخر ثلاث مكالمات فيها الرقم 10. عندي أنا؟ أطلع رقم 10. آخر ثلاث مكالمات فيها الرقم 10. آخر ثلاث مكالمات؟ أي رقم يطلع فيه الرقم 10 بتكسبي جائزة. لا لا كم هي؟ هذا؟ 10. أبو عامر. حلو. 10. أحسنتي. عديتي ثلاث مراحل. باقي المرحلة الأخيرة. معك شريحة يو؟ شريحة إيه؟ يو. لا 7-3. طيب بحكم أن أنت في السعودية في معك شخص في اليمن من أهلك مع شريحة يو تتصلي عليه بشريحة يو؟ أيوة. حلو. مين اللي معهم يو في البيت؟ بنت خالتي. جميل. وأهلك كمان؟ أبوكي أمك أخوك أختك؟ أختي. جميل جميل. إذا إحنا دائما السؤال أنت معك شريحة يو لكن بحكم الموجودين في السعودية إحنا نسألهم إذا كان معهم شريحة يو يتصلوا لليمن. بالتالي أختنا مين؟ أم أحمد. أم أحمد تكون قد عدت علينا المراحل كلها وفازت بالجائزة المقدمة من اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات يو. ألف ألف مبروك. اللي فوق صفق اللي فوق. يعطيك العافية. شكرا في سؤال المشاهدين المخصص لكم أنتم متابعين في المنازل والذي تستطيعون الاشتراك به دائما وأبدا عن طريق الدخول على الرابط الظاهر أسفل الشاشة واتباع التعليمات بدقة. سؤالي في حلقة اليوم يتحدث
ويقول من هو. شخصية يمنية، شاعر وكاتب وناقد أدبي، وله العديد من المؤلفات المختلفة. لقب بمعري اليمن، ولديه 12 ديوانا منهم كائنات الشوق الآخر. فيا ترى من هو ضيف شخصيتنا في هذه الفقرة؟ إذا استطعتم الإجابة ما عليكم إلا الدخول على الرابط كما أخبرتكم، وحظا موفقا للجميع. كهذا البرج المثالي خلفي مررنا بعدة التفافات مختلفة في حلقة اليوم، كتنوعات الفقرات التي قدمت، كتنوع الأشخاص الذين التقيناهم، كأنوارهم التي أزهرت وأشرقت في حياتنا، كتفاصيل الزمان والمكان التي تشابكت مع بيننا، فحاولنا من خلالها أن ننقل بعضا من هذه التفاصيل بقوة وشدة كهذه الأصوات التي تمر من خلفنا. أتمنى من الله تعالى أن تكونوا قد قضيتم معي وقتا جميلا ورائعا، وأن نكون من خلال هذه الحلقة قد حاولنا نقل ثقافتنا الجميلة والرائعة لمختلف الأشخاص، الجنسيات التي التقيناهم، والأماكن التي زرناها. إلى أن ألقاكم بإذن الله، لكم مني أطيب الأمنيات، إلى اللقاء. أهلا بكم في طاير السعيدة، الفايدة والمتعة الفريدة، خفة ومعلومة مع جوائز، هدرة معانا كل يوم جديدة. طاير السعيدة، طاير السعيدة. أهلا بكم بسالب البوادي، والبحر والشطان في بلادي، وفي الجبل كلها مع المشاهد، والريف والأسواق والنوادي. أهلا بكم في طاير السعيدة، هلا بكم في طاير السعيدة.